السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني والله. معاكم ام سيد بلوزه من قناة الطبخ احلى مع ام سيد بلوزه. انا اسفه قوي اني اتاخرت عليكم، بس ما كانش ورايا حاجه والله. نبدا كلامنا بصلاه على حضره النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. النهارده هنتعلم مع بعض طريقه عمل الشاي. طبعا انا بوجه كلامي ده لبناتنا الصغيرين اللي لسه بيتعلموا طريقه عمل الشاي. في الاول هنجيب كوبايه ازاز ونشطفها بالميه كويس، وبعدين نحط فيها 3 معالق سكر ابيض ومعلقه الا ربع من شاي ابو حماده، وبعدين نحط شويه ميه في البراد على قد الكوبايه ونقيمه على النار، ولما الميه تغلي كويس والغطا بتاع البراد يبقلل كده فوق منه، ندلق الميه السخنه جوه الكوبايه الازاز ونقلب بزمه، وممكن نحط شويه نعناع او شويه ريحان عشان الشاي تبقى ريحته حلوه. وبكده نكون خلصنا طريقه عمل الشاي وجاهز للتقديم. سلام عليكم، واشوفكم الحلقه الجايه، الحلقه اللي هنتعلم فيها طريقه سلق البيض. يا ريت حبايبي ما ينسونيش في اللايك والشير، اشترك في القناه واضغط على زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من ام سيد بلوزه. سلام عليكم.